هاي لا يموت والله الليل يقول لا شالي عيبنا على أننا نجازي الشيء بالشيء، حنا رجال ولا نحب الردية، نصد ما كنا عن الشينا دارين، وتكرم لحانا عن علومنا دنية، أما نسوق الطيب سوق البعارين، وأرواحنا للطيب دايمة جرية، ولا نشوف من الوطاء للرديين، وما للردى بأرواحنا قابلية، يا سلام يا سلام. ابن على نار خلني الحنها ابن على نار نجازي الشين بشين حنا رجال نحب الردية نصد ما كنا عن الشين دارين تكرم لحانا ان علوم دنيا اما نسوق الطيب سوق البعارين وارواحنا للطيب دايم جريه ولا نشوم من الوطال الرديين وما للرداء بارواحنا قابليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبع ديوان هذا التفت يمي واسم دعايلك يا هيه عدلا ولا تكرهوا شيئا وهو خير لكم أنا في حياتي جد حصل لي موقف كرهت الموقف ذا وأخذت طلع زين لي أيوة أتكلم من صدق كنت مع أخوياي مبطية عقب فترة عقب الثانوي كنا في استراحة واحدة أخوياي الله كنا جميع نروح ونجي ونستمتع ونستانس كنا في استراحة واحدة كان لعبنا في العصر نلعب كورة نروح سوا ولا جاء عقب العشاء رحنا اجتمعنا في استراحة أنا وأخوي أيضا أخوي اللي من ثالث ثانوي وفترة نص الجامعة كنا نسافر كنا والوكاد أن أخوي أيضا جاهم واحد دخل معنا في الاستراحة جاب لهم علومنا عني علومنا على ما قال أكرم تكرموا منها علومنا ردية تركي مشبب فيه 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 مسوي كذا فعلين كذا تاركين كذا أخويا ما جاوا ينشدوني ما قال أنت مسوي كذا أنت قايل كذا أنت خلاها على وجهه كنا في جروب سناب انا عن الجروب كل شوي طالع واحد طالع واحد طالع واحد طالع واحد بدون اي رساله بدون اي شيء وبدون ما حد جاني اتكلم اجي استراحه اليوم الاول لا ما في احد اجي استراحه اليوم الثاني لا ما في احد رجال ايش علامه هدق
ما بحد يرد، انا ما ادري ايش السالفه الحين. الوكاد اني فيه خوي لنا يزورنا، ما هو معنا في استراحة يزورنا، يحبونا يحبنا وقريبة مني من الجماعة. دقيت عليه قلت يا فلان والله كيت 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 العلم مدري شو ملعب العصر مع الجو اللي رحنا نلعب فيه تاني. المهم قال خلاص بشوف العلم وبردك. شوف شو رايشكم ممتع. راح لهم دق لها على واحد من العيال، راح تعشى وياه ما يدري اني مصي. علمكم يا ولد انت شكون كذا وشكون مسوي كذا. صدمه اني انا مصي. قال علمنا كيت 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 تركي مسوي الحاجه الفلانيه ومتكلم قايلين كذا وقايلين كذا وقايلين كذا. طبعا الكلام اللي قاله كله مو فيني وانا قلته ولا سويت شيء. فعود علي قال ريجي يقول كذا وريجي يقول كذا. قلت اقول عاد انا من خوي اللي جاني. قلت ها ريجي لنا ما جوني وانا قال انت مسوي كذا وابرر موقفي عندهم كذا. قفوا دون اي شيء ولا احترم العشرة اللي بعدنا. الله يستر عليهم والله العظيم اني ما انشد عنهم وانا اشوف نفسي انا او اجلس لحالي واتمشي الحال. يروحون يا طول العمر انا تكره شيء واخليهم اكبهم. ها معانا لا والله اني صامم ماني بيمهم. والله اني جلستي فترة ها اقطع حالي قطع حالي قطع حالي اطيح لي في رجال شرواك. اقول يمين يمين يسار يسار من عيالنا اتخاون وياه ونتمشى ونسافر ونلعب وننبسط ويكلمونا عيالنا عندنا من هالواد. كل اخذ هذا قال سيروا على الاستراحة سيروا على الاستراحة ونسير عليهم في الاستراحة. اخويا رفيجي اللي تعرفت عليه ونسير اليوم الاول اليوم الثالث اليوم والله يوم استمريت في ذا الاستراحة هذي وانبسط ونستانس ونفلها. ودخلنا معهم قطة دخلنا معهم الاستراحة والله العظيم الذي نفسي بيده الاستراحة اللي دخلتها. إن وناستي وسعادتي كل هذا يحيي بها إني ما استانس إني أجيها على ابني في الوادي. سبحان الله كرهت الشيء ذاك وذا الحين حبيته. ولا تكرهوا شيء وهو خير لكم. والله الله دحوم ارحب يا دحوم. ايه اللي ما راح اجعل ترحم ملايين. شوف سارق طقت سارق ملابسه اقرب جاي اقرب جاي. اجي كلم فقلو. ها؟ ها؟ ارحبوا يا رجال ارحبوا. اهي السلام عليكم. هلا مرحبا. شو سوينا؟ ثنائية الظهر. يا ولد. ثنائي والله ما شبعت نوم. لا 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 تجي عندي وترقد
ترى بصبح اقول لهم قصة. سيد حام. يعني ما يشيل البث الا انت. كفو يا ابو عبد الرحمن، تشيل البث وتشيل الدنيا كلها. بس لا تهايد، انا بنمدح عادي، انا بمدح اصلا، لكن عادي لا تهايد. هايد دايخ يا رجال، الله ما نبي يمك. ابي انام يا ولد. فيصل وينه؟ شو فيصل؟ فيصل هدلان. محمد. يا عجان يقومني واختفى. هو اللي طلع بإدارة السوق. ايه بدأنا. قام يقوم ويروح يرقد. تكلم أنت. ايه أكلمك. أقول قام يقومنا ويروح يرقد. منو؟ فاصل. لا. أوه. ما براقد بس شوف وينه. العلوم يا ابو داح. نو يوم يشو الاثنين درو درو يالله باقي يومين ونطلع. انت اللي تبي خليتني اكمل قصتي وانت اللي صارت معي. كم؟ ما قضبتك. ترى انا احب الاجيد الواحد من امس وانا مربوك. عاد بتل. والله العظيم حتى انا احب لاني ما خليها تعدي له. تعدي له يومين يومين ولا اطلع ايش تسوي يعني؟ هو البلا انه اذا طلعنا ليه هذا ايش تسوي يعني؟ ها؟ ما عندك براد سناب؟ لا ارد اقول لك ايش رايك نسافر جدة وتقول يا خليك تسافر جدة وانا قاعد بالحفر. والله كنت حاجز تروح اقول وينك لانك قاعد الحالة تسويها يا طيري اسوي اقوى منها والله عادي ادق على غانم خليه يجي غانم يسفرك دولي ما هو هذا قال يسفرني دولي من انت قايم انت والله توني قايم قبل نص ساعه كنت ابي اسمع الشيبان يا ولد راح ارقد ارقدت واحد ثاني لا قوموني والله الساعه 12 اما ايه انا يوفقك استغفر الله يوم جيت ابي اقوم عاد ما رقدت جنبي اليوم قال والله حر قلت والله ما اشوف والله حر ادارة السوق مخطط اربعة يمكن خرب انت وين فيه؟ انا وبعثمان يا ولد انا ليتني ما نمت عند المكيف ها؟ ليتني ما نمت عند المكيف المكيف مرة مكيف الغرفة يا ولد بارد دخلت امشي على خفيف طفيته ها سمعني محمد اليابسي قلت انا مطفيه شوي شوي ما ابيك تسمع قال انا من يوم ما سمعتك طفيته حسيت اني عرقت اوه هيك خشمه كذا ما يداني احد يدخل علي ما يداني اي والله اضغطوه العيال محمد اليابسي اضغطوه مخلوه يرد منهم اليابسي يلعبون عنده ويطفوا المهم انه فصل عليهم طلعوا وطفوا اللمبه وشغلوا كيف وسكروا منهم اللي ضغطوا؟ العيال يضغطوا حسن يضغطوا اليابسي اليابسي يبي يرقد جو اليابسي قام يلعبون عنده ويطفون كيف شغلوا نباته فصل عليهم طلعهم من الغرفه تهدوا وياهم شغل مكيف طفى اللمبه وسكروا توه منسدح انا جاي ما ادري ايش السالفه خبري ما ادري ايش داخل افتح الباب واشغل لمبه قايم كذا يبي صايح قال تركي انت ما شفت الهده اللي قبل شيء وانا شيء مكسور قزازه كتحول انت ما كنت هالدمعه ام جي عايض الله يذكره خير تسمعها وياهم عايض الله يذكره خير جالس قال الله يا الله من النفسيات من الياس اه جاك 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 وينك مختفي؟ ما غير تذي العرب ها؟ تقومهم وتروح ترقد اقول ما عندك الا انك تذي العرب والله ما اسمعك ارحب يا ابو سلطان سلمى
تجينا ها؟ ايوه شمس يا ولد. شيل الماركه يا رجال. لا بجي. انطنا كراك. وين؟ انا بجلس عند الشمس. تبى الشمس؟ يلا حيهم. الله يبقيك. يا ولد والله انه حر اليوم. ها؟ يلا سولف. خليني اقول والله انه حر اليوم. سولف لا خلني والله انه حر جاكم مطر. لا ما اسالك اقول السوالف ذي فكني منها. ها ايش تبي؟ سولف يلا. ايش تبي؟ اسالني. سولف. وابشر. سولف. بعدين يخرب بيتك. اذا بتضحكون سولفت. لك قرن كامل. ما حضرت عندي شيء انت حضرت طلع انفاصل. والله طلعنا عليك طلعنا فاصل. يا ولد جيتهم. قلت من بداية البرنامج والله كنا نتفق انا وياك ان بنحضر ويذبحني النوم قلت يا ولد ماني مفوت وجيتهم طلعت انفاصل ولا عدني بجايهم اخر حلقة اليوم الظاهر اشوفهم يتوادعون يبتون امس تتوادعون بالقصيد في ذمتك لا اخر حلقة يوم الخميس مره يجي يوزعون هدايا ويتباتون كل يوم كذا في ذمتك لا تحط ذمتي شيء لا تسولف بالذمه انا زابنا من البرايمات جيت الرياجيل لهم بعد نفس الوضع والله ما ينجلس وين؟ ليه؟ شلطتني تعال هنا ولا هنا عود محلك بالاخر المركب هدولي تعال لا بجي بيروح خامد جاكو خله شي خلوا سمي ابوي يلعب بكيفه ما ادري وش قالوا الكلايف علي خلوه يكسر والدراهم عندي ما عندكم مشكله لا ما عندي دحام بيدفع نص ونص هو اللي قايل لي جزء الغانم حالف ما يدفع خلاص دحام اللي بيدفع ايش دخل ما انا بدق على غانم غانم حول لي 2005 والله ما جدا ما كان حر يا الربع والله حر ها خيمتك اول كنت ارقد فيها والله كانت بارده حلو ان راقدين معيني من الله خير ما في نوم ما في نوم جايكم من الصبح مقومكم من الصباح مقومكم من الصباح الصباح الباكر طلعت من البيت ودعت بابا وماما اي أيوة والله يلبيها بابا وماما الو بالحياة اهل بابا والله ما طلعت ترى انا ما طلعت علمني والله امور زينه سال دحام وهو طلع اكثر مني انا في بيتنا هو يطلع اكثر مني صدق بوليفارد مساعد بوليفارد يا حب مساعد الحين دخول مجاني انا بوليفارد زبون عميل كرت ذهبي جاتني معلومه من السلطه بس ما ادري صدق ولا وش هي؟ يقولكم يوم رحت بي فارد ذاك اليوم كلام دحام واللي معه يقول صوروا معنا كلهم الا فاصل صحيح ما صوروا معه صحيح لا صوروا الجماهير بالعكس عرفوا اكثر منا هو الحين هو عنده نظام استفزازي فهمت؟ لا والله انا يعرفني والله انا فاقصني دعوه تصوير لا والله انا قاعد مدير بس تنقهر انت على طول لا والله العظيم انها عادي يا جماعه قلت اتحداك تقهرني اتحداك تقهرني شو قهرت؟ لا ما قال قلت اتحداك تقهرني ماني بقاعد قله اجلها طف انا ما لها دخل هذه سوالف لا تسوي انت كابك الابيض ذا لا مصحي من نص نومه كذا شوف في نوم هو من غبنا كذا هذا قهرتك من عز نومتك الواحد يتكلم بسرعة قام يتحرك كذا عرف انه منقهر اجل الواحد لازم يتكلم مع الصامت كذا اشارة يا ولد معكم مرطب انا نفس الحالة براطم نفس الحالة انا عجزت وانا يا ولد انقطعت انا توها خافة والامور زانة شايفة خرفته لا ما يفتح الا سير 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 تمرين تمرين العصر انت معنا كيف الطارق بيجي اشوف هذا معضل تكفى انت اسمك القاعد هنا خلنا نبقسه تكفى اهم شيء خاطر نبقسه
لا هو قادح مخالفات. ما قادح ذي لا مو قادح يناطح واحد من الكوتش طايق. الباي حقه اكبر من العايد. صاحي انت. ما يمدي. تقول ورعان هنا. ما شاء الله عليه. الله يلفك ويطلعك استبعاد مو من القرية من الحياة من الحياة لا فكني يعني من الغثاء يو ابي اشوف شكلك ما لي الا حيلة واحدة افك عليها هدرة هذاك ما يهم على هدرة بياخذ هدرة مع رقبته يمحطك فيه هو وين راح؟ خل جاكم جوعان ولا اللي نفسه اكل حلها حلها جعان ولا نفس ساكن يلا بالمطر المطر الشمس قايله ما تدري جا الصيف صح؟ ها؟ جا الصيف ولا تو والله لا اعلم كلمني قبل اسبوع يقول يبي لي شهر يا دوب دق على الشتاء خليه يجلس خلاص ترى احنا سامجين والله العظيم والله والله تروحون ترقدون تخلوني اسولف اني اصرف من الجلسه ودي ارقد والله بس ما شنو وانت سوالفك بيض سوالفي خاثره ولاو يلا سولف يلا يا الله ايش فرق جلستكم شيء هذه اعطيتهم قصه بالله عطنا القصة طيب تني اشوفه رجاء جاء رجاء ايش رجاء هو غزة ها؟ لا والله كذا كذا ايش العيب؟ كذا القاك القصة قاي هي قصة سالفة انا ما افرق بين قصة وسالفة هي عطنا واحد منهم قصة ولا انت اللي جاي من برا والعلوم عندك حتى تقول القصة قبل شوي نبي سؤال اسالوني يلا اسالوني وش تبون اسالوني انا مليء والله مليء ولكن اريد ان احد يحرثني حركني بس يلا شي الله عطى ماذا لو راح معتذرا راح معتذرا الله يستر عليه ليه الله يستر عليه من راح وماذا لو هذا معتذر انا ليا كثرة الاشاوير ما اشير حلفت ما تي بارز ما دعا ها ماذا عاد معتذرا له والله الجناب الدمث والكلام الطيب بس المحل ما عاد يعود فيه يجلس محل ثاني ايه نفحقه شوي كم متر المجلس؟ 6 × 4 يعني 6 مرات مسموح له يجي ايه كل شيء متر تفحيق 7 عاد استبعاد ابو سلطان هي استبعاد ابو سلطان هذا انا صدام عيشتي يا ولد ليه؟ ما ادري خذيت لي اسبوع انا ما ادري وين فيه والله العظيم نجمت كذا ترى بنج صدق لاعبين في مخي ذاك اليوم يا شباب استبعدوا فيصل هذا اللاعب هو خالك كذاب يا رجال انا ما شفت كذب من خالك وخمك ولا لا كذاب اعرف دحا والله لو ادري انه خالك وخمك يعني لا توطى في بطنك ايش دخلني انا مستبعدك لا لي في حيله اسمع ابو سلطان هو خوالي الحراشه وهم خوالي خوالي قريبي لكن خالك وخمك يا ثوبي لا يا رجال امي بنت عمي خلاص انتهى عندهم ديره ديره ابو سلطان اسمها تربة شيء؟ تربة بالهض. ايه. الله يهدي له يرجع ديرة ابو سلطان. الله يهدي له. كيف يهدي له؟ هي جمال. جبال، نهود. اللي في الهض. الله. الهض كلها خبرها جبال وارض قالت كذا. وين شلالات. عشب. ما لنا فيه انك. ما ادري عنك. اللي يشوفه. اللي يشوفك تقول ديرة ديرة انا توقعت. ديرة البدو. للبدو ديرة. اما الشلالات. امريكي بيجي له الهض. ايش دخل امريكي يا الربع؟ اعلمك اني ما جاي اتمشى عندنا. احنا بنتمشى. اهل البلد والله بيتمشى عندنا. اما شلالات وين اسولف هذه؟ في لهم ديره ثانيه اسمها الجزراء قبل القاره. اسمها؟ جزراء. ايش فيك؟ اسلم. قبل القاره يمين.
والله 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 يشب. انت المفروض تحضر عند الشيبان يعني. ها؟ سوالفك ذي حلوه عند الشيبان. ايش اسوي لكم؟ تعال اعلك انصحك، اقول سوالفك ذي حلوه عند الشيبان. الله يطول عمرك. انت اول ما طلعت من القريه. يا اخي اول ما طلعت خذيت لي اسبوع ما ادري وين اروح. ما ادري حتى ما ادري وين اسكن. بيتنا فيه هذي فيه بس ما ادري احس اني ما اي والله بنج بالدنيا الوضع كركب شوي حبل سلمان شوي وش الثانية انا نسيته وقابلهم وسلطان وسعود وفهد يا ولد الوضع ملخبط الدنيا ذاك اللي مضروب على راسه انزين هذا وين تشار احنا لو نطلع شو نسوي اوف بعدين والشهر 45 يوم 51 يوم انا بطلع ثلاث ايام اربعة وارجع ها؟ اي انت احسبك طقطق اذا طلعت صادق بطلع ثلاث ايام اربعة ودير ايه 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 نعم اكثر انت تاخذ لك اجازة قصيرة وترجع والله ما احتاج اجازة طويلة والله يا ولد مرثو يا 34 تعب يا ولد من شهر اثنين وانا ادبك بدنا ادبك ادبك ماني بجالس مرة ثانية ما عرفت له ما ادري هو زينا ولا كيف لا مرة ثانية هذا اسمه ابو الجماعي ايش كم كنتوا 26 جيك يوريك الدرب يبكك كم مجموعتي مجموعة العيال مجموعة كذا مجموعتي ما تاهل منها الا فسروي الله يذكره بالخير جمعاتنا قوية لا كلها مجموعتكم فيها اسماء بس ما تحركت ما فيها ولا فيها رياجيل عندهم والله حمد قلبي صوت بس ما تحرك ما شاء الله تبارك الرحمن سيما بس قبلوا اثنين والله يا جماعة الخير اكون معك وشو؟ قام يلعب سامي انا صرحت بس والله الحياة برا مختلفة انا اكتشفت عن تجربة يعني مختلفة عن هنا يا ولد 180 درجة شيء بس يا ولد انتم مسكر عليكم حاطين محلات يعني ترى واقعية بس ما في ناس يعطونا جوالاتهم بس والله مستدج يعطونا جوالات الحين ابو سلطان قال اخذوا جوالاتكم ولا سحبها امس؟ سحبها هو سمح لكم على البث صح؟ سمح لنا لين نهاية البث حلو خربناها طلعنا كلنا برا خبرك جوال ولا لاقينه سحبنا على دقة ساقة سحبوه يلا سلمنا والله يزين هالبارح صور ما بعد فتحت بث من يوم دخلت من ثلاث شهور انا والله خذيت اذني طولت برا انت متى طلعت بالضبط؟ 45 الحين كم؟ الحين نص البرنامج 87 45 87 نقصها من 45 42 يعني شهر و 42 اللي برا 42 يوم ما في جميع الطقوس مريت فيها في ال 42 يوم دي كل ايام تمشي استانست؟ والله استانسنا عينا خير تتابعنا اول في البث ولا لا والله والله ما تابعت ولا دريت ولا هو الظاهر عشان ما اكذب عليك مره مره طالع كافي انا وغان معنا شي مو انا غانم ثنائية ما ضر. أنا سمعت كذا قلت ما أدري أنت قلت غانم. غانم هو بحال من جوه. كيف يعني؟ يعني غانم أحسن من دحى. في الضحك. في الضحك يعني؟ هذا العيار جامع مهرجين. تحطهم مهرجين في الضحك. إيه دحى مهرج. كيف؟ أنت أنا أشوف كلني عد مواجه. أيوة سلام. غانم مهرج. ها؟
ها؟ وانا مهرج. كله مهرج. لكنهم عياري. ما في مهرج ما تشتم كذا غيرها. الله يقطع، خلاص اسحبها. الزبدة عندنا قهوة، طلبنا قهوة دلة عربية. احنا الطفشانين من الكافيهات. في حلا، المهم تحت الحلا ورقة كذا. حلو. وفي الطاولة في النص شابين ضوء. على جوالاتنا، شوي للحرارة. أنا قلت الضوء. يا مناظر. الا طرف الورقه ذرها لمست الضوء الحلا شب يا ولد وانا اقوم افز ازبل شيمونو يا ولد الضحك لو تشوف شيمونو غانم بغى يطيح شيمونو ونطفيها وكل العالم يناظرون يوم خلص جاي المرجع قلت والله ما عاد نجلس امشي مشينا وين؟ شاب في السمحانيه ايش الشكل غانم في السمحانيه مجمع حلو توهم فاتحينه حاطين لهم كافيهات لا تسمي ها؟ لا تسمي مجمع عادي مو بإعلان إيه مجمع عادي بس أقول لا تسمي ما أدري لا جل عليك شيء سويت تعرف ابن بران سمعتي هذا اللي مع الشهراني الزاحف المهم سويت إعلان حق عطور المهم يوم سويته خلصت هو موجود أسوالف أنا وياه أصلا طول عندي عشاء لبنية والله العظيم والله العظيم لو مي صحصح دحام اني اغرقها بالماء استعمل كود بي دي 1 واحصل على خصم اضافي عند شرائك من متاجر شركاء برنامج زد رصيدك أفخر الطيب سعر وجودة مرشات أفخر للملابس ومثبت للبخور والعطور دهن براشين بيور صافي تايجر للمناسبات دهن تراد بيور صافي مسك أفخر المميز للجسم رقائق فيتنامي طبيعي وغيرها من المنتجات المميزة تجدونها في متجر أفخر الطيب وللحصول على خصم إضافي استخدم كود BD1 التوفير هالهلالة بتخفيضات كبرى من السيف جاليري وخصومات مغرية من 30% حتى 70% في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني السيف جاليري حياكم توصيل مجاني لطلبك الأول من مرسول استخدم كود BD1 شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية ومتخصصون في قضايا التحكيم هذا خاتم التسبيح من كارديال بالأشياء الجيدة في هذا الخاتم للتسبيح هو أنه يصنع عند الإنسان عادة الإنسان بطبيعته يحب التأكد عندي التأكد عندي الشعور بالإنجاز عندي التشتت مما يميزه أنه يصل إلى 99.999 ألف من ذكر الله سبحانه وتعالى في اليوم
أنا مرة مرات حسبت من لفة معينة عند بيتي، قلت خليني أذكر الله سبحان الله وبحمده بالخاتم 100 مرة بشوف. تفاجأت أني وصلت إلى منطقة قريبة جدا، يعني أنا متخيل قلت أنا 100 مرة سبحان الله بحمده 100 مرة أني بوصل إلى مثلا 3 كيلو، اكتشفت أني وصلت يمكن في أقل من 800 متر، أني وصلت إلى 100 تسبيحة في أقل من 800 متر. فين يعني طول كذا؟ قسم بالله اني بشنطتي هنا حول العمارية، تقهويت وكافي، يوم جت الساعة يمكن احدى واروح وادخل المطار، قالوا فيه الساعة 1:30 قلت يلا واركب المطار واطير بشنطتي. بدون فندق حجز بدون شيء؟ نهائيا. في فندق يذكر لي من واحد من العيال قد راح له على البحر وكذا، ما هو بحر، مسبح ودنيا وبحر في النخلة، عرفته؟ تعرفها؟ ما بدرت دبي بس المهم تخبر الفنادق تعرفها. دحاب تجيك على المسبح، تجيك دحاب تبي تنام رح نام يا حبيبي، سامح لك. المهم وانا اروح وانزل والقى تاكسي على الفندق الفلاني واروح وادخل مواصل، طبعا ابي انام ما جاني نوم وواصل وفر دبي طبعا ما صورت نوات واجد لحالي وتمشى، يمكن يعرف حالي احلالي. قد علمت دحاول ان شاء الله، قد علمت دحاول، تعلمتك اليوم سافرت لحالي. المهم اروح اتمشى، اخذ لي فيها يومين تقريبا 3 ايام قدني معود، واروح المطار كنت ابي لا حجزت بالجوال. المهم يوم حجزت بالجوال اجي للرحله رايحه المعواد ايه ب 600 ريال حجزها. جيت دخلت قلت ابي رحله، قالوا ما في الا ثنتين وما ادري ايش العيال جايين مجتمعين ينتظروني، قالوا ما في الا ثنتين. قلت ابي اقرب رحله، الحين الساعه 9:30 يمين الا فيها 10:30 بس يا ولد، يقول فل يا ولد فل، حاول فيه حتى طيران عادي يعني واخذها ب 1300 فرق 600 يا حبيبي. انا جايك من جده مره من 800 ب 1500 يا ولد. غثا شفت ترتيب التذاكر وحجز ذي ما عندي، فوضى عارمه. انت مستانس كذا يا اخوي، لازم ترتيب. بتعرف لا رحنا مانشستر يونايتد واخوي، انت خليك في جزر في الهض. ديرتن يا ولد. قلت ليه وش؟ قال جبال عن هذه والله العظيم. شو سؤالك وش قلت؟ جزر اتوقع معي بسطاء. وش بيسوي بسلطان؟ معليش يعني اذا تخافون منه انا ما اخاف منه. تقلس استبعاد. استبعاد خلاص ما عادي، عندي مرونه في الوضع هذا. تخاف منه بسلطان؟ ما عاد عندكم صحبه؟ تخاف منه بسلطان؟ لا ما اخاف لكن اقدره. شوف الردود اللي عن في محل اي رجال يعرف زين كان. لا شوف لا لبس الكاب الابيض. ما تناقش غدا رجال ها؟ هذه مرحبا يا ابو سلطان، الله يبقيك في محل القريه. راح قد حاحد في قلب صدق ما في والله، قاعد في القريه والله. انت طلعت انت جاي زكبر سلطان بالله، شمع الماضي رب الكعبه ما طب في مين لقمه كذاب والله. شمع الماضي بس اعطني بسكوت وكذا. انتم عندكم قاعده يروح يجيب اغراضكم والله قاعد في القريه ابو سلطان راح يجيب لنا قهوه يمدحوني يا جماعه. قولوا روح وابشر بدون ما ترفعوا فيني. لا ما انت روح صح اني خبيل. لا بس مو بهالدرجه. شمال الماضي ممنوع والله. اي عشان كنت اكل ما يحسب اني اقول قاعد ارسل. كنت اكل منه ليل نهار. اي خبري اعتراف يعني كنت اكل منه نهار. قاعد القريه. لا مو بقاعد كنت اسوي كرك. كم انا اشرب كرك؟ اي يا شموع الماضي والله يا عندكم كيك. والله يا والله موجود كله يهبل يا ريجي. اسوي كرك واخذ لي مجموعه وتكي ما اعطني منه. استجمام 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 ها ولا خلنا ندخل داخل جوا. شو نسوي جوا؟ قوم العيال
شف انا بعطيك معلومه بسيطه عن السفينه اللي امامك. ايه انا فهمت ولكن اسوي نفسي ما فهمت. نعطيها خمس دقائق كذا ريالتي بعدين فهمت. ايه فاقول لك ترى الوضع جميل جدا يعني انتم في وضع وش اقول لك انتم كالجوهره المدفونه. ايه حلو معي. انت كالبلوره اللي تجي على الجوهره وانكسرت. ايش قصدك نكسر الريديد؟ لا استبعد. اي صح. انا جوهره عندما بزغ راسها تطلع جابوا السلطان قال عطاها واحده. انا شجره قال باك ولا ارجع. انا شجره مثمره عندما قرب قطف ثمارها حطبها ابو سلطان قطعها بحطب. ولكن لله في خلقه شؤون. يا هدران استهدران حقك ذا شفت هدران خلط تصاميم اكثر مني. شفت هدران بنطلع باخذه معي ان شاء الله سوف يكون له شأن قادم كبير. والله ديالي والله عندها ريالتي والله عندها ريالتي الريالتي والله ابو ريالين. شوف الريالين عندكم عالي انتم الايام دي. ابو مساعد يقول الريالين عندكم عالي. الريالتي والمدربين حقين بداية مدربين يحسبها دورة عسكرية. هو يحسب ان مساعد بيجي بالنجمة. مساعد لعب عليه. هو قايل لعياله ايه قال عياله لا تخرج اخوك معلق النجمة سووا له حفل. ما يدري ان هي تخبله هنا مسوي شاعر وجاي بالعيد يعطيها كذا يترقص. أنا لا لو شاف المقاطع. الله زين هذا. قال هذا ولدي اللي في عينه العشاء. أنا بجيك أبو مساعد. بجيك عنده ريالتي ما عنده أي نجمة. ما فيش. يا حلو كذا حال. من وين شرت كابك؟ من وين شرت كابك؟ ما ادري. وين تبي تنام؟ روح نم والله. عادي ابو سلطان يجلس لحاله شلل البث. يا ما شلل ليه؟ ثقيل. انا بشال لان احد احد يشل. ادور العافيه. كب شخي احس اني ماني متسابق. يعني على اساس انك تحس بخصومات يومك متسابق. والله انك صادق. ما دريت انا يعني لا تسوي فيها انك مؤدب عيش بس عيش. تدري ليه برجع متسابق؟ والله العظيم انه صدق. يمكن تقولون هذا فيه قلت صح. برجع متسابق طبيعي عشان اخالف. يا تلذذ يا ريجي والله العظيم. يعني انت مخالف مخالف بس والله يا دحم يا تلذذ بال 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 بالمخال بالخروج عن ال عن النظام في القرية. أنت جايز كرة جت عقبك مرتين صدق رقم واحد حتى الثانية. أنا أبوي قال يا ولدي قبل ما أدخل أبيك الأول في كلش تبشر. غياب صلوات موجود. منطقة محظورة موجود. اسمع صلوات كنت أصلي أنا ودحام في المسجد من الظهر إلين الفجر طبعا صلي قبلنا إلين العشاء. بس أنا كنت أجي يمين فهمت فالكاميرا ما كانت تجي علي دايم. يذكرك بخير يا ما يا لنا نصلي قال لي تصلون تروحون يسار كل ليه يسار تبون الكاميرا. لا استغفر الله ما الله ما أدري إنها يسار والله تصدق. اللي يعرف أنها في الوسط. ترى كذا انا ما تتخشر. انا راح يسار. لا ما راح يسار ليه مرات بالليل اذا ما هذا ما انتبهوا لك ولا شيء انت مين ما يسجلون. ايه تروح بس عشان بس الدرجات. الدرجات ذي عقوبة على المسلمين.
الحين من ارصدتكم عاد من يعني سبحان الله الاول ارصده برايم 6 برايم حاتم نواف الخفي ما له دخل حاتم نواف من اول رصيد نواف لا انا الحين كم 75 مدري 76 او كثير 75000 ثني لو جلست والله ما صار علي خصم 100000 75 تحت كذا 100 يا حبيبي تدري والله جالس نصف 200 انت تدري اني اسجل قبل ما انام الشباب في الكنترول قبل ما انام خلاص قبل بيطلعوا من دوامهم قبل ما يقفل يسجلون في صلاه لنا 2000 صلاه الظهر والعصر كان عندي ميزه 2000 بربطتها انزلها انت قبل لا تنام افكر تحط 2000 ما غاط من براسه يسدحها كذا يجي عون ياخذها يجي عون ياخذها صار ياخذ من عندي 2000 اتسلف بعض الايام دراهمنا حطيناها مع بعض والعد شفتها لعب علي ما عندي بدا حتى انا لعب علي مع 300 ومعي 2000 كم؟ 1400 حولها قال ايش رايك نحطها مع بعض ونصرف منها قلت تم انا ادري انها ملعوب علي فهمت بس انا ملعوب عليه وراضي عادي طلع في ربطه يزين ذيك الجلسه تذكرها حلوه حلوه يا ولد لكن الزين الشيء الزين والشيء الحلو ما يدوم لان لو دام كرهته صدق طبعا ما في مثل جلسه طرات الشيء على حله وطرات الشيء قلته والله لو تبحثون فيني والله عندي حكم وعندي امثله انكم تستفيدون منها حكمك وامثلتك خلالك تذكر الجلسه اللي في بيت العسير جبت مع الماضي ولا لا يا القاعده جويع يا الله والله العظيم لاجيب لك والله العظيم لاجيب لك يا شموع الماضي بس ايه ولا نروح ندخل تبي شموع الماضي لا اخاف يخصمون علي مالك دخل ايه لفه انا كفيلك انت كفيلي انت كفيلي عشان يخصمون عليك لا ها بيقولون انت اللي اكلت ولا توكلني انا افتح فمي بس افتح فمك وانا احط والله وش تبون كيك ولا جيب ديك الحمراء خبرها اللي كان نشربها مع الشاي ولا كرك الكيكه من انت مقدم كان يشوف ذاك الخبير الله يخدمتكم يا اخوياي جعلني ذاك بسطة لو انه موجود معنا كان استبعدنا كلنا يا عمي انت متسابق وتلطم تبي لو شفتني تعرفني لا والله بتنقع يا الله انك لا تعاقبني بسوء اماني حتى صوتي في نوم بتنقع بتنقع النظام شوف حرق جوف احط لك محل هنا كل يوم تعرض عليه يا فلان لا تقول بيصا هذا فيه هذا كيك التمر كيك التمر هذا فيصل وش الاسم اللي قلته انا ديكي تعرفني كذا فلان لا وش تعرفني كذا انت تركي كل شيء له تركي مشابه هذا بالله فك واحده بموت بسرعه ها هبوط والله ذا الكيك اللي هبوط 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 أنا بدون سكر أنا قل نحتاج يديها
شروها بساعدكم. مويه. ما عندهم مويه. عصير. ما عندهم. اخي جاء. والله عن كل حنا عسرين وندور للشر. ليه؟ شموع الماضي من افضل المحلات المعمول في الحياه. اقسم بالله يا شموع الماضي انكم تنيرون مستقبلنا بشموعكم الماضيه. يود لا يجينا أحد يا ولد. والله إني أطرحنا. أنت شو تسوي؟ يجينا أحد. مشان. ها في شيء يعجبكم ثاني؟ والله كله. تدري إن راعيه كفو. أنا شفت راعيه. شفت في تدري شو يقولوا البيت في راعي شموع الماضي؟ كفو. محله مدهال للري يجي. وقلبه. من أنظف القلوب في الحياة. هذا تخب لونج سيد. لتدخل السحب على 6 جوالات آيفون 15، الموضوع سهل. تابع حساب شركة رمز الاختيار للسيارات. وكل يوم أربعاء موعدنا مع السحب. رمز الاختيار للسيارات، خيارك المفضل. هشام صح بدن. مع قطرة خير توصيل المياه إلى مساجد مكة المكرمة صار أسهل. اطلب الآن واترك الباقي علينا. المهم يا الربع، يوم من الايام كنت كاشت الحال وشمال حال، ولا ولقى لكم نور من اثاري ابو فانوس. كل ما قربت منه يبعد، اقرب يبعد، اقرب يبعد، لين لقيت نفسي في نقطه الرياض. ولا خذ لك الثانيه، يوم من الايام قاعد في البيض طفشان ما اعرف شو اسوي. قلت بمسك خط القصيم برجول بطلق رجول، من الرياض لين القصيم بساعه، ومن القصيم لين حايل ب 45 دقيقه. قلت خلاص برجع البيت، ومن الحايل لين الرياض. مية اسلم لي يا عيال. بالله اسمع السالفة ذي توني متذكرها. بالله يا عيال بشرب موية أنا. بدك يا أبو. أسباب. بجيك. وساري سار الليل. وساري سار الليل
وساري سهر الليل حكم ضميرك قبل لا تحكم علي، اسمع حياتي قبل لا تظن هي المحبة، هي كلم لها زد شوية، المحبة هي كلم لها زد شوية، حكم ضميرك قبل لا تحكم علي، اسمع حياتي قبل لا تظن هي المحبة، هي كلم لها زد شوية، المحبة هي كل ما الهزت شوية، حكم ضميرك شرها. والله انت الشربة خليتي تصميم اكثر مني. هذلون ارح بيك بايد. العلوم رعيك جاء هب البناء. والله لو انفصل معنا من البداية استبعاد الحكرين ودحها من زمان. ما وين اشرب ما قل لا اله الا الله. اكرم الرداء الله يرحم والديك. يقول يا هدران هلا ابو سعيد. ها الله يبقيك. ارحب اسعد احمد الله. صح النوم. يا اخو الناس تبي البث. مرضك قايم من 12 الظهر يا ولد. ما شاء الله عليك ماسكين الا والحال على طول. يا دش الابداع هذا مبتي يا اخي. انتبه يودينا 60 داهيه ومستقبلنا. والله ما بعتش الجمهور الله يرحم والديك. دقيقه يا رجال، انت عند دوسي وتخاف من حصان؟ اي لا مت ما بلا دواسر يا رجال. تعال والله ما يدفني الا الدواسر. كل على بس شوف داري فيه خير. الله يبارك فيك. فرق انا نفسيه. تعال تركي والله يفارقني. هباك الموضوع اصلا بيني وبينه مشكله. وش حصل بينكم؟ نبى نصلح بينكم. اصلا على محمد. لا والله انت ايش بينك وبين الرجال؟ عرفت انت هذا دغش بن سعيد. اي انا دغش عرفتني. بينكم شيء تبى نصلح بينكم؟ اقرب في سوء فهم. اي هو لما شافك يضيق. في سوء فهم. شفت انت؟ شفت؟ يعني انت اللي تزعلها توكل على الله. انا ما بنالي طد الريجي. ها بينهم مشكلة بعد، بينهم ديربي. هذه زعولة الشرفة حق حسين زعولة. يا ولد الصدق انها يا ولد كانت اول ما جات نظاف و الحين 90 يوم انحاست. اذا متسابقين ما عندهم بنظافه قلت اشربها. الله يزينها. يا سلام. تدري يا ولد اني اشتقت لكم. الله يطول عمرك. اي والله اني اقول انا صوت. خلنا ناخذ علومك تعال. زانت علومك. استرح يا ابو سعيد. لا بعمرك والله علوم الساعة. ايوه قبل ما طلعت تحت قطر. يا ولد لا تقول له خير. ما بقينا ديره. تمشي وبسطه وناسه للجنوب مع على الشمال مع على قطر على الكويت على النعيريه ما بقينا. هذه كلها في الطلعه دي. جدول لا تقول له خير. علوم قطر يوم رحتوا لها. قطر يا طويل العمر والسلامه. تدري اني ما توقعت ان قطر يا ولد انها بهالجمال. يا
تولد بروج ودنيا وتطور وناس وعالم ما شاء الله عزيزم. بس عشان ظني هذا شو اسمه انا صدق مالي في الكوره اكون صادق معك كاساسي كاساسي ايه. صح؟ اي كاساسي فروحنا هناك شجعنا مع المنتخب حقنا قاعد نصايح نطام انا متاكد انك ما تدري حتى والله اني ما ادري ايوه بس اني شفت لك حلقه انت وعلي العمري انت وفيصل نيا التحدي اللي بينكم على الاسئله ايه هو دبركم انت بسيط الكوره زهني وي من 2000 لا 2007 الا 2007 او 2008 والله العلي العظيم اني اقول يوم جاء التحدي اني اقول اكيد تركي منهزم لما عنده سالفة أحس إن جوك حق قبل حق بران حق كش شوف البل صح نعرفه بس ما بعرف لا بس على الهيئة يعني أنا وصفتك على الشكل فهمت إيه عشان يعني مشيت مع حسين واجد زمان أيوه من اللي راح معكم رحت أنا ومصعب قاعد مصعب أقسم بالله إنه سايقها ما أرد أنتوا اللي جيتوا ما أردكم تكونوا من ظهر لين أخلي أتدري إني ما كنت أدري إن في هواء قاعد هناك عنش أشت العام اللي برا قلت يا أخي في هواء قال لا ما في هواء فعود أرجع وأقعد أتمشى في السيب أقول يا ودي إيش السالفة إيش العلمية ودي في تغير أخويانا رقود وما بث في رياضة ذا الحين إيه فعود قلت يا ود خلني أطلع تبتبدله أتمشى تبتبدله هيو هي في رياضة ذا الحين رياضة مع كابتن طارق لا لا إيه واحد صديقي معضل أنا جاي تفاجأ رأيي بيجي عقب العصر رياضة وتمارين تمارين صديقنا لنا ايام انه ياسو لا عليكم اي باقي بكره بعده خلاص قد احد تلاقط معه ولا لا؟ ها؟ اه ما حد يمزح معه كنا جربت بس ما بغيت نويت عض هذا اكبر من بس ما تدري ترى الصمله في القلب واني اقولها والله انا اذا شفت شكله ما انا بصامل والله واني اعرف لك واحد في بودي ماستر انه ورع صغير ورب الكعبة انه مصفق المعضل ذا اي والله اني اقول انا صادق معضل وكذا وهيبه بس انها يعني خواف اخي تخيل معضل يصفقوني والله العظيم ايش الفايده تحس انها يعني اهانه في حقك والله العظيم ذلك يعني قوه القلب والله خليك مسال خليك مسال يعني لا ذي ولا ذيك انا دخلت حديد دخلت حديد اي والله كان انا كان قايتن كذا يعني لا هيبه يا ابو سؤال هيبه ويني بعلبك هذه ايش السالفه؟ إيه؟ كان مستويه شفت؟ يوم قلت اسير جت هنا والله اني صادق دقيقه شفت اللي الكوره الكوره ايه جت يسار والله العظيم يوم تمرن يوم تمرن قام الناس تعضل وتجي كذا انا جت كذا تحت ما ادري ايش الكوره جت تحت ايش السالفه؟ هملت الحديد عودت والله نتكلم صدق لا اذا تمرنت تدري وين تغدي تطلع فوق لا ما طلعت فوق انا رحت يسار اجل لا تمر والله العظيم لا والله انا رحت يسار والله لا تمر مره ايوه اقوم عبدت من قطر اي والله ما اقول لك ما بقينا دير يا ولد العالم والجمهور برا والناس والوناس عرفوكم عرفونا الناس والله العظيم اني في المدرج اقسم بالله ان في ثلاثه ولا اربعه قدامي انهم يصورون واللي من ورا يصورني واللي اقسم بالله اي والله اني اقول صادق دخلت المدرج يو شعور احس صدف اني لقيت عبد الله الشهراني عرفته عبد الله الشهراني اللي كان في نسخه سعد الشهري وبهاجي الكلبي سلامت لا تلقاني اعرفه بس انا تعرفه عبد الله الشهراني واجد يا ولد لا عبد الله الشهراني اللي في بيشه واجد طويل في ذاك اللي جانا هنا ما في الا واحد مشارك يعني في نسخة سكريبت في اثنين سكريبت اثنين سعد الشهري سعد الشهري مع واحد اسمه عبد الله الشهراني ايه ايه عرفته ايوه ايه. قابلته هناك يا طويل العمر السلام الى هنا دين دخلت اول ما دخلت المدرج اناظر في النص اناظر الملعب يود مستغرب اول مرة ترى احضر مباراة فانتظر متى المعلق ذا يتكلم والله العظيم اني انتظر قلت ايش وين المعلق ذا؟ ما في صوت ما في كلام اللي وجع وزع وين الحركات ذي؟ قلت يا ولد يا ولد عودة قوي قلت وين المعلق؟ اضحك قال يا ولد انت صادق بس ما لها طراها لا تجيك انت في التلفزيون
لا انا قلت ان في معلق يعني صدق بما نحن نتابع في التلفزيون في معلق جوا. لا جاهد تنظر عاده. والله يا ولد اقسم بالله من جلوط ما اعرف شيء. السياد والله متعودت من قطع. كم جلست قطع؟ جلسنا 7 ايام. ولا ليك من اللي معك؟ انا انت ومصعب بس. مصعب الله يرحمه. وجينا طال عمر السلامه مصعب يعرف له ناس انه ايش اسمها من هالقطر شعاع. الى هم قد حصل بينهم مجاراه ما ادري عام كم. هو مصعب قصيد رديه بينهم. المهم يدق علينا ذا الرجال سلام سلم الله كيف الحال طيبين تعالوني في المكان الفلاني. نبى نتقهوى ومن هنا ابغى نواجهك يا مصعب نطير منك. قام معي رفيقي قال الله يحييك انت رفيق. المهم ونجيهم تقهون اي من الله خير في كافينا هنا يا ولد فخم. فقوم انا بحاسب قال الحساب قد انت. قلت الله يكثر خيركم. عموما وانا ارجع انا موتري انت ترى ديزل. دازل. ايه دازل. دازل. عموما يا طويل العمر السلام ونرجع انا ومصعب. واحنا ماشيين احنا وياهم وانت سولف وانت طار في التمشيه وكذا قلت يا شباب صلوا على محمد اركبوا معي في موتري انت ترى ديزل تعبيها ب 50 ريال وما تبقي ديره في قطر. امشي. قال يا رجال ايش اللي انت رديت اركب ركب راسك السال يشير لي على الموتر اللي هنا في كسار 24 ما شاء الله تبارك الله. قلت يا اخي يعني انا المقصد ان التوفير ترى ايش رايك نوفر ونروح في اللندن ترى. قال يا رجال اركب اركب ما عليك جل همك. قلت يلا توكلنا اركب معهم تمشى شوي للرجال اللي جنبي انا ورفيق مصعب مصعب والرجال اللي قدام. عموما إلى الرجال قال والله ما عني وعنك ذا الليل يا مصعب عود أنا أردتك مش الردية قلت فيه مضاربة جميعها أنا مرحب إيه أنا قلت فيه يعني شيء. قال لا والله قال مصعب أبدأ أبدأ يبدأ بيتين ويرد عليه يلا جلدونا في أول بيت أنا يعني حسيت في دقني بالبيت الأول قلت يا اخوان يعني طلعونا من المشكله خلوا يتصابوا بينكم بين ما لنا شغل فيكم انا والرجال ما لنا شغل فيكم. سر يا ليل سر يا ليل سر يا ليل الى ما قلت على الله عودت تصرفت قلت ترى احنا مشغولين وعادنا يعني بنرقد ورانا خط وسفر والله يستر علينا وعليهم اقسم بالله قصيد القصيد يعني ترى حلو في حله واذا تعدى الوقت المحدود تحس انه يسمج صح تعدى قصدك ساعة كاملة ايه يا دوك سمبل لا تكثر منه ايه لا تكثر يا ايه الله الله واه شريته من قطر اي والله انت مصعب سرينا وجيناك يا طويل العمر السلامة ورحنا لآل مرة عند حمد الرأش ونعم ابو حمد عليك زبط يا ولد الى الاستقبال الطيب الجناب الطيب والترحيب و... يا ولد ما شاء الله تبارك الله والى التمشيات ما بقينا ديره حياه حياه يا ولد النعيرية دي اقسم بالله ان ديارنا تراها يعني جبال ومزارع وكذا هم ديارهم يا ولد مسس على مد النظر يا ولد حياة ما شاء الله تبارك الله زرع حياة بسطه وناسه وعودت وشريته لا رحنا وقعدنا عنده في الخبر لا ما هو في الخبر النعيرية النعيرية حول الدم ايه الله الله ما هو يعني تبعد منها 200 كيلو يعني من الرياض ولا كذا لا لا كذا ورا كيف ورا الدم لا ما هي بين من الرياض ورا الدم بينها بين البحرين لا 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 والله اني داري اذا قال لي مو بصفر 70 تحت اي والله ايه عطنا عطنا قصيد واحد السعد حيا الله انا قصيد ان يا ولد يوم خذيت جوال امس سلم والقى ابيات مرسلها لي واحد بس ما ادري ايش قصده هي ولد فيها بعدين هو يمدحني ويزبني ولا ذائقه شعريه روح حسنا يقول عيب علينا انجازي الشين بالشيء حنا رجال ولا نحب الرديه أيه. نصد ما كنا عن الشين داري تكرم الحانة عن علوم الردية أيه. أما نسوق الطيب سوق البعارين وأرواحنا للطيب دايمة جرية ولا نشوم من الوطاء للرديين
وما للرداب ارواحنا قابليه. يا سلام والله العظيم انها قويه الابيات دي. ايش ماني ايش قصدها يا المدح اسلم عندك شيء. يقول عسى خير يا واحد من ربوعي الغالي، يمكن تعرفها. أيه. عرفتها؟ يقول عسى خير يا واحد من ربوعي الغالي على الصده اللي ما عرفنا سبايبها، جفي الرفيق اشد من طعنه السكين اذا مكنونها بين السراجيف مضربها، لكن الزمن غير معالم صلاح الدين ونزل زعامات الدول من مناصبها، وانا بختصر معناي كلها على بيتين ما يحتاج اشرق في المعاني واغربها، واذا عضتك بقعه وجور الزمان الشين وحمول الجمال الصفر حزت غواربها تنشد، واذا قالوا لك اني من الحيين تراني على حقوتك اللي هقيتبها، وترى محزمك فيما مضى محزمك ذا الحين، ولا خير في قوم تغير مذاهبها، واذا قدك طيب ومتعافي ووضعك زين عسى السيل يسقي ديار الربيت. يا سلام يا سلام. شوف طلع الشعر سلم. انا اقدم محافل. تقدم؟ اي اول كان اقدم محافل ما نابر. اي ايه يا اخوي انا اقدم. شفت ما اسمع الشعر، انتظر الشعر يخلص عشان احط الشعر اللي عقبه ولا اللي ايش بقول في الورقه. بعض الشعر يا ودي يجذبني والله، بعضهم اقدم الحين الشعر الاول الثاني، بعضهم يجذبني. في شاعر اذكر يامي جانا في الوادي وانا اقدم حفل عند الجماعه، الشعار واجد. انا ما الحفل يجيك شعار فوق خمسه تحسين يجيك. تخيل هو واني الرابع، والله اني هو الرابع ولا الثالث. يا ولد انا ما عاين شعار، انتظر بس متى يخلص اجهز اللي عقبه. فهمت؟ جهز اللي عقبه، جهز الكلام، جهز خبرك. اللقاء اللي بتقول اللي بقوله الان ماني بيهم الشعر. ها جذبني اليوم ذا يوم. الله يا ولد يا صوت ما شاء الله تبارك الرحمن. يا القى قصيد ما ايش قال وانا من سلاي اليوم من اللي راح فيها يا ولد من البيت الاول لين الاخير. وانا والله منتبه معه مركز حتى المقدمه اللي نسيت. يا سلام قوة القائه يا ولد من قوة. ترى بعض القصيد قصيد يا حمزه حتى لو انه بيته وبيتي بس ترى المعنى يكون فيها قوي. وبعضها والله العظيم انه لو يسرد لك 100 بيت انك ما ودك انك تسمع له. لكن في بعض اللي حشوها قصدك؟ لا يا ولد في زمننا ذا ما عاد احد يعطي اكثر من 20 بيت. خير الكلام ما قل. يا سلام لكن الكثر والله العظيم ان بعض القصيد اذا كثر يا اخي بعض بكرة طلعين محور لي. في بعض الشعر ما تشبع منها ولا من قصيدها. عز الله انكسر. في بعض الشعر لا، لكن انا والله احب اسمع سفر. سفر تدري احنا حاضرين له قبل يومين. وين؟ حاضره. عند متى؟ تفايب جاء مسوي حفل ربعه مسوي له حفل ودنيا محاورة مصلح بن عياد وسفر ومدري من ومن وعشاء وليل غايب من شيطان في اليخت. في اليخت اقسم بالله نحن استانسنا والله. كلمته قلت ما يده بس الحمد لله انه كان نبيه يحط حفله السبت الجاي. قلته لا السبت الجاي يا طويل العمر حافلنا عنا يا زيد رصيدك. لحد ما يمدي كل اللي بيروح لحاله. الاثنين رمضان بس حتى ولو بعد رمضان ما مثل النسخه الى منها اجتمعت كله. فهمت؟ لا عقب رمضان هو حفل الله تكريم الله من ربعه ومن اخوانه ومن جماعته. اي بس يمكن شو اسمه يمكن عقب العيد كلهم بيسافر. لبيت يا لبي يا رمضان صدق صدق رمضان يا ولد. اه رمضان مكة جوه غير. رمضان في مكة؟ ها؟ رمضان ومكة طايف. انا كل رمضان ازور مكة والطايف. مستحيل. تدري ما قد رحت في رمضان مكة؟ كيف الشعور؟ في ذمتك؟ اي والله.
ما تقول عود بالله. والله والله لا يا اخي مع شيباني مع اهلي لا لا بالدنيا اقعد معاهم اعاونهم واساعدهم ولو في فرصه بروح كيف يعني شو والله العظيم يا رب شوف مكه زانه في وقت رمضان ولا غير رمضان لكن رمضان ليه انا اخصص رمضان خص في العشر الاواخر ابيها اكون صادف عمره ليله قدر اي اخر عشر اي ابيها تصادف اكون ادعي ربي ان الله يصادفني ليله القدر فهمت تدري في ناس يعتكفون اخر عشر ايام في مكه واجد ليله العيد لا ليله العيد انا متوعد انا رفيزي شرواك شرواك عفان 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 الله نعم هذه هي تعال من الكويت تعالني الوادي مره تعالني الكويت تعالني الكويت تعالني من الكويت ايه انا اسمي لكم تعال الوادي كنت شداكم انت ونروح ان شاء الله مكه, مكة. والطائف والديار ذيك يا سلام احب اروح سياره طيار ما ادري ما مثل الخط ترى والله قهوه وشاهي خاصة مع شخص ما تمله السوالف شروات والله شروات الطيب وشروات بسفيد الله يستاهل يستاهل الطيب احتمال اخويكم مرحبا مليون